زيارة الوزير الإسباني. الوزير الإسباني كان للخارجية، كان جاي للجزائر بعد قطيعة منذ 18 مارس 2022. في 18 مارس 2022 سحبت العصابات الحاكمة السفير الجزائري في مدريد. لماذا؟ يعني قبل كم؟ 9 أشهر وسنة ونزيد لها شهر، حوالي 22 شهر أو 23 شهر تقريبا، حوالي 23 شهر كانوا سحبوا السفير بالضبط في 18 مارس 2022. قال لك لأن رئيس الوزراء سانشيز راه تبنى الطرح المغربي حول قضية الصحراء الغربية، وأن هذا خروج على الموقف المعتاد من إسبانيا و فسحبوا السفير. السؤال المطروح هنا، إذا أنت لم تكن طرفا كما تقولون في الصراع اللي قائم بين البوليزاريو وما بين المغرب، لماذا تسحب سفيرك من إسبانيا؟ هنا راك تؤكد أنك أنت الطرف الحقيقي في الصراع. الأمر الثاني، هذا البوليزاريو ماهوش مصلحة جزائرية، يعني مش القضية لا تعني الجزائر، المفروض ما تسحبش السفير. لكن الحقيقة أنت عندما أقدمت على هذا الموضوع أكدت أنك أنت الطرف في الصراع مرة أخرى. المهم بعد كل ذلك، قبل 3 شهور رجعوا السفير، وأنا كنت قلت لهم راح يترجعوه على كل حال، وبدأوا يرفعوا في لأنهم عاقبوا أيضا إلى إسبانيا وقطعوا التجارة معها في السر إلى آخره، وكانت عندهم مشاكل مع الاتحاد الأوروبي إلى آخره. قبل أسابيع بدأوا تركوا لي بعض الشركات باش يعاودوا يستوردوا. بعض الشركات اللي تابعة لكبار القوم عمرها لا توقفت على الاستيراد من إسبانيا بالمناسبة. وعلى أساس أن الوزير راهو جاي وراح يخطب في الجزائر باش يقول احنا موقفنا في قضية الصحراء، وكأنهم كانوا ينتظروا أنه يجي باش يقول لهم موقفنا قضية الصحراء، رانا رجعنا للموقف ما قبل 18 مارس 2022. طبعا الإسبان كانوا قالوا لهم لهذا الموقف مستحيل، احنا رانا مضينا في الموقف. صحيح جاء سانشيز في تدخلوا أمام الأمم المتحدة المرة الماضية وقال وفق القوانين الدولية إلى آخره، لكن قال لهم إحنا رانا مشينا في موقف لا يمكن أن نتراجع عليه. نظام جزائري ظن حتى آخر لحظة أمس أن الوزير الإسباني راهو جاي باش يأخذ قرار ضد القرار اللي خذاه رئيس الحكومة، وهذا يعبر عن جهل، جهل كامل. خليني نوريكم جهل آخر راكم سمعتوه أنا ذاك من تبون شخصيا. يعني أي 1 مليون أورو هي 25 مليار، صحيح ولا تلفتنا في الحسابات دوخونا. شوف هنا وش يقول تبون. نحن 51% جزائري و 49% إسباني، ورانا نمونوا به إسبانيا، وماناش محتاجين الأنبوب القديم لأن ما بقاش. احنا تفاهمنا مع الأصدقاء، نعتبرهم دولة صديقة وصديقة قريبة لنا بزاف إسبانيا، على أساس أن احنا نضمنوا بهم في حال لا قدر الله في حال ما تكون فيه خلل في اللي يسموه، احنا البواخر كلها نتاعنا تمشي لإسبانيا وتديها لهم غاز مميز. كاين تخوف من طرف إسبانيا شي رأيك؟ كاين تخوف، الجيم هذا راه في عمره 30 سنة، ما يقارب 30 سنة عمر ما كان فيه سعادة تبغيه أنبوب جديد تكون فيه. كان سيد الرئيس بتاعي المهم احنا اسبانيا ما نجيش نمونها بجابة خلاص نهائيا، يعني نهائيا، يعني لن يوجد غاز، لن يكون هناك غاز.
كاين مقطع اخر، مش هذا هو المقطع اللي كنت اريده، مش عارف اذا المساعد راه عنده في بلاده. انا مليح هنايا ان شاء الله، انا تاعها ما زالتش من الصحراء الغربيه تاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من احسن الحلول هي الحكومه الذاتيه ولا اسبانيا، ما خصهاش تنسى بلا الى يومنا هذا مسؤوليه تاعها ما زالتش في الصحراء الغربيه. في قانون دولي مادام ما كانش حل للصحراء الغربيه، مهما كان الحل يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا، سي لا لا بيسونس ادمينستران للصحراء الاوكسيدنتال. غادي نساوها الاخرين يطبعوا ولا ما يطبعوش ولا هذا براسهم. من تلا انت ما عندكش الحق تعطي بلاد مستعمره تعطيها لواحد اخر. هذا هو المشكل مع اسبانيا. Et prévoyez-vous, Monsieur le Président, d'autres mesures après celles prises à l'encontre de l'Espagne, si toutefois ils ne changent pas de position? Les Espagnols, dans l'Espagne, on a ma halaqa tayyiba. على رأي إسرائيل أن العدد الإجباري للأسرى الذين تمكن الجيش من استعادتهم ضمن صفقات التبادل ومن خلال العمليات العسكرية هو 126 شخصا بينهم 91 إسرائيليا. لا أعرف لماذا انطلق هذا الحديث. الرأي تاع الآخرين ما عطاوهاش، وإن كان عطاوه في المجلس الوطني تاعهم في الشارع. النقطة المهمة انطلق فيها حديث خرب، يعني كيما إيطاليا كيما كذا. رئيس الحكومة تخلى على كسر كل شيء، رئيس الحكومة مش إسبانيا. هذه هي النقطة اللي كنت حبس إن نوصلها. كارثة من الكوارث. قال لك رئيس الحكومة مش إسبانيا. يعني كان إسبانيا هذه شيء وليست دولة يحكمها رئيس الحكومة الموجود، فهو بالنسبة له القرار اللي خذاه سانشيز هو قرار تاع سانشيز، لا يمثل الدولة الإسبانية. طيب من يمثل الدولة الإسبانية يا تبون إذا لا يمثلها رئيس الحكومة؟ طبعا هذا يظهر الجهل الرهيب نتاع هذا الشخص، وأنه يقول أي شيء، وأن هذا الكلام سفارات ودول ودبلوماسيين وخبراء يسمعوه يقولوا شو يقول هذا؟ يقول باللي هذا الموقف ما يمثلش إسبانيا، هذا اتخذه رئيس الحكومة. ورئيس الحكومة هذا مش في المعارضة ولا مانيش عارف أنا، حتى وزير صغير ولا عنده مسؤول أكثر من رئيس الحكومة في إسبانيا، هو الحاكم، الملك هو بروتوكول هناك فقط. جهل يتراكم. الحقيقة أن الإسبان اليوم أمس قالوا لهم لا ما فيش تغيير في الموقف، ويجي الوزير الإسباني وفق الموقف المعروف أو ما يجيش. فالنظام الجزائري اضطر العصابة، أنا أقول النظام الجزائري زيادة برك، اضطروا أنه يقولوا لا ما يجيش في ضربة أخرى وفي صفعة أخرى، لأن العلاقات متوترة مع إسبانيا، متوترة مع فرنسا، متوترة مع روسيا، متوترة طبعا أبديا مع المغرب، ليست جيدة لا مع تونس ولا مع ليبيا ولا مع موريتانيا هذو المجاورين. طبعا مالي راه يتسب فينا بكل الألوان الآن، النيجر قريب، الإمارات تسعى لتفكيك البلاد تماما. وراكم رايحين، وراكم مبين البلاد. وإذا هذا كله ما كفاش، خليني نسمعكم مقطع وبه أختم. مقطع لموقع من مواقع تابعة للمخابرات، واش راهم يحضروا هاد الايام.
مع سياسة وعقيدة الدول الأوروبية التي عسكرت الحقل الدبلوماسي منذ عقود على غرار فرنسا بريطانيا وإيطاليا وحتى تركيا. سربت مصادر دبلوماسية تفاصيل مثيرة نقلتها العديد من وسائل الإعلام الدولية عن قرار سيادي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعيين ضباط حاليين ومتقاعدين في سفارات وقنصليات استراتيجية في العديد من العواصم الأوروبية والإفريقية وحتى العربية. القرار يعد سابقة تاريخية في الجزائر، فلم يسبق للجزائر أن عينت قناصل وسفراء من الجهاز العسكري، في حين اعتادت السلطات العليا في الجزائر تعيين دبلوماسيين مدنيين. وكشفت ذات المصادر أن القيادة العليا في الجزائر تدرس حاليا بروفايلات لعدد من المرشحين لمناصب دبلوماسية في سفارات وقنصليات لدى عواصم وبلدان استراتيجية حساسة، مشيرة أن لائحة المرشحين المحتملين تضم ضباط عسكريين حاليين ومتقاعدين باقتراح من قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، تماشيا مع عقيدة الدول الأوروبية التي اعتادت تعيين ضباط وعساكر بصفة سفراء وقناصل على غرار فرنسا. ومن بين الدول التي سيتم تعيين فيها سفراء وقناصل جزائريين شملت القائمة تونس وتشاد وسانتيتيا الفرنسية وباريس وستوكهولم وروما ولندن وفق ما تداولته وسائل الإعلام. ويرى مراقبون بأن تعيين جزائر لضباط وعساكر في سفارات وقنصليات أوروبية وغربية يأتي تماشيا مع ما تعيشه الجزائر من مؤامرات خطيرة تسعى لاستهداف أمننا وضرب علاقة الجزائر بدول الجوار. هذا ولم تشر المصادر الرسمية في الجزائر إلى حقيقة الأخبار المتداولة، بينما يؤكد البعض على أنها خطوة مهمة واستراتيجية وسيادية من القيادة الجزائرية من خلال عسكرة الحقل الدبلوماسي لمواجهة تطورات الأوضاع في العالم. تطورات الأوضاع في العالم يواجهوه بعسكرة الجهاز الدبلوماسي اللي هو أصلا في وضع سيء جدا، فراحين يجيبوا له حكام تاع ثكنات بعقلية ثكنة ويديرهم دبلوماسي. كارثة من الكوارث الأخرى. إن شاء الله في اللايف القادم نعلق عليها بشكل موسع.